مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. النهارده لازم احتفل. تحتفل بالفوز على بوتسوانا يا شبانة؟ 4-0. وفوز كبير. ده منتخب ده بص يعني مدارس يعني. لا لازم نحتفل بحاجات كتير مع منتخب مصر النهارده بصراحه. يعني بص في ناس كتير هتلاقيها طالعه تقول لك وشوفوا منتخب ضعيف اصله جاي الصبح وجاي بالليل وجاي الدور وجاي معرفش ايه ولسه واصل قبل الماتش بست ساعات وان حسام حسن معرفش ايه. لكن الطريقه دي لو قدام فرقه كبيره هيبقى عنده مشكله. وهتلاقي كلام كتير جدا جدا سارح في السكه دي وناس كتيره جدا جدا عماله تجرجر المنتخب لحسام حسن في سكه اهلي وزمالك. شفتوا رامي ربيعه جاب جون وعمل جون وعمل ايه في الماتشين ده؟ ارقامه احسن من زيزو. انا شايفها على السوشيال ميديا دي مقلوبه. ويحطوا في زيزو هو ده بقى زيزو احسن لعيب اللي ما بيجيبش جوان مع المنتخب ده. بصوا زيزو اللي عامل معرفش ده زيزو لولا ضربات الجزاء فيردوا التانيين وده يردوا التالتين ويدخلوها اهلي وزمالك. في ناس قصده تدخلها اهلي وزمالك وتعمل الفتنه دي. وانا دايما بقول للجمهور يعني في حاجات يعني من نفسك تتفهم ما تطلعهاش ترند. يعني ما تطلعهاش انت ما تنسقش ورا الكلام اللي زي ده لانه لما بتلبس فانيله منتخب مصر بتسقط كل قمصان الانديه. خلاص انت لبست فانيله منتخب مصر زيزو زي رامي ربيعه زي صلاح زي تريزيجيه زي النني زي هاني زي خالد صبحي حتى الوجه الجديد زي محمد حمدي زي مروان زي حمدي فتحي زي النني زي كله زي مرموش زي مصطفى زي اسامه فيصل كل الناس زي بعض زي الشناوي طبعا كل الناس زي بعض. فمش عايز الناس تنساق. والله النهارده شايف بيت مش مصدق. يعني المنتخب واخد 6 نقط من ماتشين كاب فيردي وبتسوانا ومادي اداء هجوم عالي جدا وجايب 7 تجوان في مباراتين ومحمد صلاح جايب النهارده جول وبيحتفل باليوم بالمباراه المية وهنتكلم عن تفاصيل كتير دلوقتي. لكن في ايجابيات كبيره ولازم احنا نحطها ونبني عليها. يمكن من مع الصدف بتاعتنا ان الوقت اي تصفيات على فكره في ظل رغبه الاتحادات القاريه والدوليه ان هي تزود الدخل والايرادات الماديه فبقت تزود عدد المباريات وعدد المجموعات وعدد المشاركين في البطولات. فهتلاقي دلوقتي معظم التصفيات كلها ضعيفه حتى في اوروبا حتى الشامبيونز ليج يعني دوري ابطال اوروبا هتلاقي مباريات الارنيه كلها ضعيفه وتعبانه وكحيانه لان المباريات زادت والانديه زادت لانه كل الفكره المباريات تزيد فالبث الفضائي يزيد فالاعلانات تزيد جدا جدا والبث يزيد جدا جدا فالمداخيل تزيد جدا فالانديه تاخد فلوس اكتر. هي دي الفكره. كل الاتحادات عشان كده هتلاقي تصفيات الكاس العالم سهله هتلاقي تصفيات كاس امم افريقيا سهله هتلاقي تصفيات. ومش هقعد اتكلم على اللي بيقوله كابتن حسام حسن يعني اللي هو حفر قناه السويس ومعجزه الهيه انك تكسب كاب فيردي. كل ده الكلام ده هنحطه على جنب اللي بنقعد نتكلمه ولنا حق نتكلم فيه على فكره يعني. بس خلونا النهارده نحطه على جنب وخلونا نتكلم في حسام حسن المدرب اللي هو خافي. حسام حسن المدرب وحسام حسن اللي بيتكلم وبيعمل مواقف وبيعمل حاجات تخلي الناس تنسى حسام حسن المدرب. انما حسام حسن المدرب عامل حاجه النهارده تاكدت منها يعني الماتش اللي فات ملحوظه جدا لكن النهارده بقت مؤكده. علاقته مع اللاعبين اختلفت جدا. حسام حسن عامل نوع من العلاقه القويه مع نجوم المنتخب المصري وقدر ان هو يلتحم بيهم ويلتحموا بيه. وخد بالك جزء من نجاح المنتخب المصري عبر تاريخه هي الحته دي الحته العائليه الاسريه دي. هات كده ايام كابتن جاري. كابتن جاري اللي كان بالنسبه له لعيبه المنتخب دول ولاده ويحارب عشانهم وفي الكواليس واللي عنده مشكله يروح له واللي متخانق مع مراته يروح معاه واللي عنده طهور يروح واللي مزنوق في قرشين يديله واللي بيبني بيت يبني معاه واللي عايز يجيب شقه يجيب له واللي عايز يجيب عربيه يجيب له حد يديها له. كان كابتن جوهري كده الله يرحمه. كابتن حسن شحاته كده كان لدرجه ان الكابتن حسن مع الجيل الذهبي من 6 ل 10 كان يقول لك ولاد حسن شحاته. ومعانا النهارده سيد معوض. كابتن سيد معوض هيحكي لنا ممكن جزء على الحته دي يعني جزء من علاقة ونجاح الكابتن حسن شحاتة مع المنتخب المبهر ده 3 كاس أمم. العلاقة العائلية اللي اتبنت بين الكابتن حسن وبين لعيبة المنتخب وبينه وبين بعض كلهم كان اسمها أسرة منتخب مصر أو عائلة منتخب مصر. فيقول لك ولاد حسن شحاتة. عماد متعب ده ابن حسن شحاتة.
بقى انت عايزه يمشي عماد متعب ويجيب سين، بقى انتوا عايز يمشي عمرو زكي ويجيب سين، يمشي سيد معوض ويجيب سين، او ابو تريكه، او وائل جمعه، او الحضري. حضري مصر كلها بتحارب الحضري، فحارب حسن شحاته مصر كلها واصر ان الحضري يلعب معاه كاس الامم ويلعب مع المنتخب لما مشي من الاهلي وهرب لسيون السويسري في 2008، واصر والدنيا كلها كانت ضده. انا متذكر الايام دي، هو الوحيد اللي اصر وجهازه كان كابتن شوقي غريب وكابتن حماده صدقي وكابتن احمد سليمان دكتور احمد ماجد والمجموعه اللي كانت موجوده دي، واصر اصرار رهيب الكابتن حسن شحاته، ونجحت الفكره وبقت عائله منتخب مصر المترابطه دي لغايه 2010 كسرت الدنيا. كابتن حسام حسن النهارده بدات احس بالفكره دي. اولا حسام حسن المدرب بقى قدر يربط لعيبته بيه بشكل كويس جدا، فاللعيب لما يرتبط بمدربه كويس جدا يطلع اللي جوه جدا، خلاص بيلعب مبسوط، يعني اللي عايز يطلع كل اللي جواه، عايز يبسط مدربه، عايز يبسط زمايله، تعاون كبير بقى موجود في الملعب، صلاح يحيى يجيب جول، تريزيجيه يجيبه، مصطفى فتحي اللي يجيبه، زيزو يجيب، رامي يجيب، اي حد يجيب جول، مش مهم مين، يعني مش مهم مين، صلاح محتاج يجيب جول لانه ما جابش الماتش اللي فات جوال، وتلاقيه بيعمل جول بيباص الكره لتريزيجيه عشان تريزيجيه اللي يجيبها مثلا. يعني شفنا حتى ابراهيم عادل في الجول الاخير وهو قاطم كده على الخط كان ممكن يرجع يقطم لورا ويرقص الواد بشماله كده ويقدر يعملها ابراهيم عادل، لكن على طول مصطفى فتحي حطها جول. يعني في تعاون بين اللعيبه النهارده في الماتش، سيبك من المنافس دلوقتي، كبير جدا. الحاجه الثانيه التشكيل، وانه يدي خالد صبحي في الماتش بتاع النهارده ده قرار مش سهل، ان يدي خالد صبحي السرد باك في ظهوره الاول مع منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن، ويصر الكابتن حسام حسن انه يديله في الوقت اللي مثلا حجازي متضايق فيه ما اداش لبيكهام، رغم ان بيكهام لعيب دولي ولعيب قبل كده اهلي ودلوقتي سيراميكا، ويعني مشواره الهيستوري بتاعته تشجع وادى لخالد صبحي، خد بالك. وكمان النهارده لعب حمدي فتحي نص ملعب، الاول خلاه يتاخر شويه، لقى الدنيا تمام مع بوتسوانا وسيطره، قام زقه على نص الملعب جاب مروان، الاثنين قفلوا خلاص مع بعض، وبقى حمدي يزيد مع الشق الهجومي. ففي فكر شغال، شفنا استكمال الفكره بتاعته انه صلاح يسقط لتحت ويكمل كافيرو التاني، وينزل اسامه فيصل لتحت ويطلع زيزو على الطرف اليمين، ما كل ده فكر بيعمله اللونج باص والثروهات اللي بتتعمل لتريزيجيه والباصات اللي بين صلاح وتريزيجيه، ما ده شغل، خد بالك. فالنهارده ركز على حسام حسن المدرب، النهارده في شغل، كان في شغل الماتش اللي فات كاب فيردي بصراحه، لكن ناس من كتر ما هي يعني مش شايفه مع الكابتن حسام وكان في نوع تشكيك مع الكابتن حسام، فاللي قال صدفه، واللي قال الشكل ده لو حصل قدام منتخب كبير هتبقى مشكله. طب ما هو ماشي، مين قال لك انه هيلعب بنفس الشكل ده قدام المنتخبات الكبير؟ طب ما النهارده لما لعب بره ارضه غير الطريقه، ما هو كان بيلعب الماتش اللي فات على الارض في نص الملعب بمروان والتمانيتين زيزو وتريزيجيه، النهارده ما عملش كده. النهارده لعب بمروان وحمدي فتحي مثلا يعني، وادى حريه اكتر لزيزو لانه بيلعب بره ارضه، فحسب متطلبات المباراه. فالنهارده حسام حسن المدرب يستحق بصراحه مننا الثناء والتقدير، ونقول له يا كابتن حسام انت كنت داخل المعسكر عامل لنا زعابيب امشير، كانت ست الله يرحمها تقول لي انت مالك داخل بزعابيبك كده، ما اقول له ادخل كده اقول لامي انا جعان فين الاكل، ربنا يديها الصحه واحنا في اعدادي، ولا تقول لي انت داخل كده بزعابيبك زعابيب امشير، كنا كده زمان يعني. فحسام حسن كان داخل علينا المعسكر ده بزعابيب وبزعابيب امشير، والاهلي والزمالك واللعيبه ما بتجيش والمعسكر، طب اعمل ايه؟ ده ما اعرفش ايه، والاهلي مش جاهزه وفتره اعداد. ايه رايك بقى يا كابتن حسام ان المعسكر ده هيبقى السبب في ان الناس تثق فيك؟ شفت الفترة اللي فاتت فترة مرتبكة ما بين مؤيد ومعارض ومشكك وموالي وموافق ورافض، ده المعسكر اللي انت دخلت علينا بزعبيبك فيه ده بتاع زعبيب امشير ده،
اللي هو دخلت على طول في المؤتمر الاولاني والاهلي والزمالك واللعيبه والراحه والراحه السلبيه والراحه الايجابيه واللعيبه جايه لي فطسانه وهمرن امتى ومرن ازاي وايه لي يعني المشكله اما اجيب اللعيبه بدري شويه طب ما هو عشان ما بيتمرنوش وطب خلاص الانديه ما تاجلش ما ناجلهاش بقى الماتشات افريقيا زي ما هم رافضين يدونا اللعيبه للمعسكرات ودي قصاد دي والكلام الكتير اللي اتقال في اول المعسكر بتاع حبيب امشير. ايه رايك بقى كابتن حسام ان الماتشين دول والمعسكر ده هو اللي هيخلي الجمهور والناس وحتى الميديا تبتدي تقول لك الله ما في شغل اهو. طب الراجل شغال اهو. انا بقول النهارده فعلا لاحظت في ماتش كاب فيردي قلت لا استنى شويه يا دقيقه النهارده فعلا في شغل فني لحسام حسن محدش يقدر يتكلم في اداء في تعاون في حاله حب موجودة بتبان في الملعب وبتبان في علاقة اللعيبة بالمدرب. قدر يعني بدأ حسام حسن بخناقة مع صلاح وخناقة النهاردة بقاش موجود. فبدأ الكابتن حسام حسن فعلا تظهر لمساته وشخصيته كمدير فني وكراجل قادر يلملم ويلم شمل لعيبته ويرتبط بيه ويرتبط بيهم وتبقى عائلة منتخب مصر مع كده احنا منتخبنا كده. لما بتحول لعائله المنتخب واديتكم امثله حسن شحاته والكابتن جوهري وحسام حسن بدا الخطوه النهارده بجانب شغله النهارده يحط خالد صبحي دي مش سهله ويثق فيه ويديله وتنجح الفكره. المره اللي فاتت لعب عندي فتحي سردباك مكان مين حجازي وتنجح الفكره والنهارده يلعب عشان بره ارضه ما لعبش باتنين تمانيتين لعب باتنين هاف ديفندرز اللي هو مروان وحمدي فتحي ففكرته نجحت لانه بره ارضه. فارجو ان الناس تبتدي تغير الفكره مع حسام حسن. انا بس عايزه ما يتكلمش كتير ما يخشش في خناقات مع الانديه ولا ما. بس والناس تتعامل مع ثلاث حاجات هطلبهم من الجمهور انجاز لي ان اطلب او انور حاجه يعني. اول حاجه فعلا النهارده يوم ميلاد علاقه حسام حسن بمنتخب مصر يعني يوم استعاده الثقه الجماهيريه لحسام حسن بجد. تاني حاجه لازم نبني على لعبنا منتخب كاب فيردي احنا احسن بكتير لعبنا بوتسوانا احنا احسن بكتير بس انت خدت ست نقط وبتستعيد ثقه وكل منتخبات العالم الكبيره لما بتكسب المنتخبات الصغيره كده في الاول وفي انطلاقتها بتبني عليها وبتدي روح معنويه عاليه جدا 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 خد بالك يعني. تالت حاجه ان في شغل تكتيك فني بيحصل وفي نيو لوك بيحصل للمنتخب وارجو من الجمهور ما يدخلهاش اهلي وزمالك ما يلقش ولا يصح على السوشيال ميديا شفت زيزو اللي بيجيبش جوال مش ده احسن لعيب في مصر يا زملكاويه فيرد الزملكاويه طب وانتوا ما اعرفش ما ايه ونخش في قصه الزملكاويه واهلاويه وزيزو ورامي ربيعه ولو شلنا ضربات الجزاء بتاعت زيزو هتلاقي رامي ربيعه ارقامه احسن وده الموضوع طلع ترند في ناس بتجرجركم للكلام ده وتعمل فرقه في المنتخب اهلي وزمالك ارجو ان هي ايه تختفي وما تتجرجرش ما تتجرجرش للكلام ده. انا بهني منتخب مصر على الاداء وعلى النتيجه وبهني الكابتن حسام حسن وبقول ابني احنا كده كده رايحين كاس امم افريقيا مش هنهزر يعني وكده كده رايحين كاس عالم ان شاء الله بس انت بتحس ان في خطوات ايجابيه بتتم.